ثواني، دلوقتي في موقع اسمه تريديفاي، تقدر ترفع الشغل بتاعك. خلينا نقول مثلا كرييت بروجكت ونسميه مثلا اس، واقول له كرييت. طيب الاس دوت هترفع فيه ملفات الاي اف سي وتقدر تشوفها اونلاين، وتقدر الناس تتشارك معاك الملف وتقدر تشوف الملف. طيب خلينا نرفع ملف اي اف سي. هو بيبدأ يرفع الملف اهوت، واول ما يترفع هيبدأ يبقى فيه امكانية ان انت تشوف الملف. احنا بنختار الملف مساحته صغيرة 13 ميجا. فتقدر تيجي هنا وتلاقي ان هو ممكن تعمل داونلود، تعمل ديليت، تشوف التفاصيل اللي موجودة. دي المعلومات الموجودة في بيلدينج، في سايتس، في كم ستوري، في كم سبيس، في كم اي اف سي تايب، وهكذا. كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها عن الملف دوت. فبقول له اي اجري. دلوقتي اصبح جاهز للبابلش، وان انت تشارك الملف ده مع الاصدقاء. انا بديني معلومات برضو اضافية عن الملف، فيو ديتيلز، كولابريت. طيب ممكن نضيف حد، ندي ايميل اي حد، فهجيله رسالة ان هو هيتشارك معايا الملف دوت، ويقدر ان هو يدخل يشوف الملف دوت. طيب دلوقتي هعمل سيلكت هنا، ممكن يبقى فيه اكتر ملف، واقول له كرييت فيور فروم سيلكشن، فيبدأ يظهروا لي هنا. وعندي هنا اختيارات، هل اشوف الموديل كله ولا جزء منه، وعندي شوية ادوات ممكن حتى نحوله الفي ار في ثانية. الموديل هو بدأ يظهر معايا، تقدر تلفه زي ما انت عايز، تقدر تشوف لو في ليرات تخفض تظهر زي ما انت عايز. وعندنا هو الفي ار، وممكن تضيف ادوات خاصة مثلا بالقياس وهكذا. تمام، تقدر تشير الملف دوت مع اصدقائك وبلينك، او تشيره على الفيسبوك او على التويتر او اي مكان، او تقدر تعمل له بابليش. تقدر تشوف الداتا. طيب خلينا نقول له احنا عايزين كوبي لينك، المفروض اليو ار ال هيظهر هنا، وتقدر تشير معها الكاميرا. جايب لك ايه الادوات اللي هي احنا اخترناها عشان تبقى موجودة في الملف اللي هتعمله بابلش دلوقتي اهوت. كوبي لينك، ده الأداة الخاصة لو انت عندك في ار مود، فموصل الجهاز، فتقدر تلبس النظارة وتحس كأنك جوه المشروع.